الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب العلم المختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند باب فضل من علم وعلم. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، والمراد بالغيث المطر، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، أي النبات الرطب، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، أي أرض صلبة لا يستمسك فيها الماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها فضل تعليم العلم وأنه من الأعمال الصالحة، كما أن الغيث ينبت الأرض والعشب الكثير، فهكذا العلم. وفي الحديث فضل التعلم وعظم أجر أصحابه، وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا انقسام الناس في مراتبهم بحسب ما يكون عندهم من العلم والتعليم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد ضرب الأمثال من أجل تقريب المعاني، وفي هذا أيضا تقسيم الناس وسبر أحوالهم ومعرفة أنواع الناس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان ينبغي به التسليم لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل حفظ العلم من أجل تبليغه للناس. وفي هذا الحديث فضيلة الفقه بمعرفة المعاني التي من أجلها شرعت الأحكام. في هذا الحديث ذم الإعراض عن العلم والتعلم. وقال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وفي لفظ يقل العلم، ويثبت الجهل، في لفظ يظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. في هذا بيان أن العلم في آخر الزمان يرفع، وأن الجهل يظهر، مما يدلك على فضل العلم وعظم مكانته وأثره في الناس. وقد ورد في الأحاديث بيان أن العلم يرفع بقبض العلماء، مما يدل على فضيلة علماء الشريعة. في هذا الحديث الترغيب في أن يعظم العالم ما لديه من العلم وأن يجله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تحريم الخمر، وأن من علامات الساعة أن يظهر وأن يشرب الخمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد تحريم الزنا، وأن إظهار الزنا يعظم به إثم الزنا.
وفي هذا الحديث أن من علامات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال، إلى إما أن الاقتتال يكثر على الأرض بحيث يكون هذا من أسباب موت الرجال، قال حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد، يعني من قلة الرجال وكثرة النساء، وفيه دلالة على وجوب أن يقوم الرجل على من عنده من النساء. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. بهذا الحديث فضيلة العلم وكثرة نفعه وأثره، وأن الاشتغال بالعلم من أعظم الأعمال. وفي هذا الحديث جواز تعبير الرؤيا والاستفادة منها في الترغيب في الأعمال التي ثبت أجرها وثوابها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العلم يظهر أثره على الإنسان في جميع أعضاء بدنه. واستدل بهذا الحديث على أن رؤية اللبن في المنام تدل على السنة والعلم والفطرة والقرآن، وذلك أن اللبن هو أول ما يناله الإنسان فيحيا به بدنه، فهكذا العلم تحيا به القلوب. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فضيلة عمر بن الخطاب، وأنه من أهل العلم. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز إعطاء فضلة الطعام أو الشراب للآخرين من أجل أن يأكلوها. قال المؤلف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته يخطب يوم النحر في حجة الوداع بمنى عند الجمرة للناس، فجعلوا يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر كنت أحسب كذا وكذا، فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر حتى كنت أحسب كذا وكذا، فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في هذا الحديث أيضا فضيلة العلم، وفيه أيضا كما عنون المؤلف الفتيا حال كون الإنسان واقفا على الناقة. وفي هذا الحديث أن الراكب على الناقة يسمى واقفا. في هذا الحديث مشروعية خطبة يوم النحر، وتكون بمنى، تكون عند الجمرة. وفي هذا الحديث فضيلة جواب الناس عن أسئلتهم فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم، وأن من يفتي يكون من وراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث سؤال الإنسان عن الأعمال التي عملها ليعلم حكم الله جل وعلا فيها. وفي الحديث أيضا جواز تقديم حلق الرأس قبل الذبح، وكما قال بذلك طوائف من أهل العلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز تقديم الحلق على الرمي، لأنه أجاز تقديم الحلق على الذبح وأجاز تقديم الذبح
على الرمي. وفي هذا الحديث أيضا بيان أحكام الناسي وأنه لا يؤاخذ بما نسيه. وفي هذا الحديث جواز توجيه السؤال للعالم وإن كان مشتغلا بالركوب أو بغير ذلك ولو كان في طاعة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية الذبح والحلق وهي من واجبات الحج، أما بالنسبة للحلق فهو واجب مخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل، والذبح إنما يكون للقارن والمتمتع. وفي هذا الحديث أيضا أن أعمال النحر يجوز تقديم بعضها على بعضها الآخر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم البداء بجمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، ولكن من قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه على الصحيح. وقد منع الإمام مالك والإمام أبو حنيفة من تقديم الحلق على الرمي، من تقديم الحلق على الرمي، قالوا لأنه لا يتحلل إلا بالرمي، والمحرم ممنوع من أن يأخذ من رأسه شيئا. وهناك من قال بأن التقديم إنما يجوز للجاهل والناس دون العالم، وبعضهم أوجب في التقديم حال العلم دما. ولكن ظاهر الحديث والأحاديث الأخرى التي وردت في الباب تدل على جواز التقديم والتأخير فيها. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته يوم النحر بمنى فقال: رجل زرت، يعني طفت بالبيت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وسئل قال: ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده، يعني لا حرج، قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده، قال: ولا حرج. وسئل فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التصدي لإجابة الناس في الفتوى لمن كان عالما. في هذا الحديث الجواب في الفتية بإشارة اليد والإيماء بذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تسمية يوم عيد الأضحى بيوم النحر، وفيها أن الحاج يحسن به أن يقيم بمنى في أيام مينا. وفي الحديث إطلاق لفظ الزيارة على طواف الإفاضة، فيه جواز تقديم طواف الإفاضة على الرمي في يوم النحر. وكما أن في الحديث جواز تقديم الذبح قبل الرمي. وفي الحديث أيضا جواز تقديم الحلق على الذبح. ويستفاد منه جواز تقديم الحلق على النحر كما هو الصواب خلافا لأبي حنيفة ومالك. وأورد المؤلف بعده حديث أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله، ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، يعني ينزع ويرفع، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، يعني البخل، ويلقى الشح يعني البخل، ما
ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، يعني القتل، إلى يا رسول الله وما الهرج؟ قال فقال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، قال القتل القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا عرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان ولا تقوم الساعة، حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته لا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، أي يصلحه ويرتبه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ذكر علامات الساعة والتحدث بذلك، وفي هذا الحديث بيان وقوع الفتن في العصر الأول، بحيث يكتتب لأهل الإسلام بعضهم مع بعض، وفيه أن الدعوة الواحدة قد يقتتل عليها فئام من الناس. في الحديث ذكر شيء من علامات النبوة، وفي الحديث هذا الحديث التحذير من الاقتتال الذي يكون بين المسلمين، وفي هذا الحديث التحذير من الدجل والكذب، وأن وجودهم بكثرة قد يكون من علامات قيام الساعة، خصوصا إذا كثر فيهم من يزعم أنه رسول الله، وليس المراد كل شخص يزعم ذلك، وإنما المراد من يشتهر بين الناس وينخدع به طوائف من الناس. وفي الحديث بيان أن العلم يقبض في آخر الزمان، وفيه أن تعلم العلم ونشر العلم من أفضل الأعمال التي يكون لها أثر في صلاح أحوال الناس. في الحديث أن من علامات الساعة كثرة الزلازل وتقارب الزمان، قيل بقصر وقته وقيل بزواله مباشرة بدون أن يشعر به الناس. في الحديث أن العمل قد ينقص في الناس من ذلك عمل الطاعات، في هذا الحديث الترغيب في الصدقة والحث عليها والتحذير من الشح والبخل. وفي هذا الحديث ظهور أن من علامات الساعة ظهور الجهل وليكون هو البارز الأشهر. وفي الحديث أيضا التحذير من الفتن، المراد بها الأمر المدلهم الذي لا يعرف وجهه من قفاه ولا يميز الحكم الشرعي فيه. في هذا الحديث أيضا أن من علامات الساعة نقصان العمل. وفي الحديث أيضا حسن الخلق والترغيب في السخاء. وفي هذا الحديث أيضا ظهور الجهل في الناس وانتشاره، من يراد بالجهل عدم العلم، من يراد به الإقدام على ما يكون مخالفا للشرع. ومن علامات الساعة كثرة المعارك والاغتيالات التي هي الهرج، وهذا نشاهد في هذا الزمان كثيرا، فكم قتل من الناس في هذه المعارك الإرهابية وهذه
الاقتتالات التي تكون بين الأمم. في الحديث أن الإنسان إذا أشكل عليه مسألة فإنه حينئذ ينبغي به أن يسأل عنها وأن يعرف حكم الله فيها. ولذا سئل عن الهرج لما ذكره. وفي هذا الحديث توضيح ما أبهم من الكلام في دلالة على جواز بيان المجمل في الشريعة. والحديث أن من علامات الساعة ظهور الجهل، والمراد بالجهل قيل عدم العلم وقيل عدم الالتزام بالشرع. وفيه كثرة الفتن في آخر الزمان وهي الأمور المدلهمة. فيه أيضا كثرة الهرج الذي فسره بالقتل. وفي هذا الحديث أن المال يكثر بين يدي الناس حتى أن الإنسان لا يجد من يستقبل زكاة ماله. ومن علامات الساعة تطاول الناس في البنيان. وفي من علامات الساعة تمني الإنسان أن يموت قبل أن يستجيب للفتن التي تعرض عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه في آخر الزمان يتمنى الإنسان الموت لما يمر به. وفي هذا الحديث أيضا أن من علامات الساعة طلوع الشمس من المغرب بعد أن كانت تطلع من المشرق. فيه أن الإيمان بعد ظهور علامات الساعة الكبرى لا ينفع أصحابه. وفي هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، ولذا قال أو كسبت في إيمانها خيرا. في هذا الحديث أنه ينبغي بالإنسان إتمام أعماله خصوصا أعمال معاشاته لما قد يترتب على ذلك من الفوائد. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الناس يوم القيامة يشتغلون بذلكم الحدث العظيم، ويترك بعضهم حديث بعضهم الآخر. وفي الحديث استعمال الإنسان لما يكون في زمانه من أحواض وغيرها. وفي هذا الحديث أن الساعة إذا حلت بالناس أشغلتهم ولم تمكنهم من التفكير في أمورهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، فدخلت عليها فإذا هي قائمة، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها وفي لفظ برأسها إلى السماء، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت حتى تجلاني الغش يعني الإغماء، وإلى جنب قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب على رأس الماء، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، حتى رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، خطب الناس فحمد الله عز وجل النبي بما هو أهله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، قالت ولغط يعني الأصوات التي يتكلمون بها، ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن ليسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟
قالت: قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى دنت مني النار، ثم قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنها قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا وصدقنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: ثم نم صالحا، قد علمنا أنك كنت لموقنا به. وأما المنافق والمرتاب فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني صاحوا صيحة. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في خسوف الشمس، مراد به اعتاق العبيد، إنه من أسباب زوال ما يكون عند الناس. هذا حديث فيه فوائد كثيرة، منها الجواب في الفتية بإشارة اليد والرأس كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما أشارت لها أسماء الذي حدث. وفي هذا الحديث صلاة النساء في المسجد إذا كان هناك كسوف، وأنه لا حرج فيه. وفي هذا الحديث أنه لا ينتقض الوضوء بالنوم الذي فيه غشي كما فعل. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت حتى تجلاني الغشي. وفي هذا الحديث مشروعية القيام لصلاة الكسوف. في هذا الحديث أيضا من الفوائد قول سبحان الله عند التعجب، وفيه من الفوائد إطالة الصلاة في خسوف، فالخسوف خسوف الشمس، فيه إطلاق لفظ خسوف والكسوف على الشمس، وفيه أنه عند التعجب يقال سبحان الله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد صب الماء الكثير على المغمى والمغشي عليه. في هذا الحديث اغتسال الإنسان من القربة، من قربة الماء. في هذا الحديث مشروعية إطالة صلاة الكسوف وكثرة الدعاء والاستعانة في هذه الأيام. في هذا الحديث أيضا أن من أصيب بالإغماء فإنه يشرع أو يستحب أو يباح صنع الماء له. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإطالة في صلاة الكسوف تشمل جميع أركان الصلاة. في هذا الحديث من الفوائد صلاة الكسوف تكون بركعتين، في كل ركعة ركوعان. في هذا الحديث إطالة السجود والركوع. وفي هذا الحديث استحباب الاستمرار في الصلاة حتى تتجلى الشمس ويذهب الكسوف. في هذا الحديث مشروعية خطبة صلاة الكسوف كما قال الإمام الشافعي وجماعة. في هذا الحديث مشروعية بداءة خطبة العيد وغيرها من الخطب بحمد الله والثناء عليه. وفي هذا أيضا أنه يقال بعد تمهيد الخطبة أما بعد. وفي هذا الحديث
تسكيت المأمومين حال الخطبة، وباعث من يسكت المتكلمين في أثنائها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في الجنة. وفي هذا الحديث أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم في ما شاهده وما نقله من الأخبار. وفي هذا الحديث أيضا أن من ما في الجنة قطاف العنب. وفي هذا الحديث التحذير من تعذيب الحيوانات وإيذائهن. وفي هذا الحديث أن الحيوانات غير المأكولة ينبغي مراعاتها. وفي هذا الحديث جواز الانتفاع بحشيش الأرض. في هذا الحديث إثبات فتنة القبر، وأن الناس يسألون عن ما فعلوه في الدنيا. وفي هذا الحديث أن المؤمن يوفق للجواب الصحيح عندما يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول نبي محمد جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا وصدقنا ومحمد. وقال فيقال نم صالحا، يقال لهذا النائم صاحب الرؤيا قد علمنا إن كنت لموقنا به. يعني يقول هذا الرجل الصالح أنا أعلم أن هذا الرجل صادق في كلامه وأنا جازم بذلك. وأما المنافق والمرتاب يعني الذي عنده شك فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيه أنه لا بد من النظر في الدليل الشرعي لإثبات المطالب العالية في ديننا. وفي هذا الحديث فضل عكاشة وفضل الرجل الآخر الذي كان يريد أن يقوم. في هذا الحديث رفع حرص الصحابة على الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فضل الله على الأمة بأن أنزل إليهم البينات والهدى. وفي قوله وآمنا وصدقنا ظاهره التفريق بين معنى الإيمان والتصديق، وأن معنى الإيمان لا يقتصر على التصديق فقط. في هذا جواز التقليد في المباحث العقدية إذا لم تكن في أصل الدين، فهذا شيء مما يتعلق بهذا الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.